قالوا قديما: إن أردت أن تعرف شعبا فاستمع إلى موسيقاه وإلى ماذا يغني. وقالوا حديثا: الشعوب بما تقرأ وبما تكتب وبما تصنع من فنون. المصريون منذ فجر التاريخ صنعوا حضارتهم بالفن، وقدموا للإنسانية ما لم يقدمه شعب آخر: علما وثقافة وفنونا خالدة. نحن نذكر كيف استطاعت قوة مصر الناعمة منذ أوائل القرن الماضي أن تمنح مصر ريادتها ومكانتها الثقافية في المنطقة، وكيف أمتع ووحد الفن المصري سينما وتلفزيون ومسرح الشعوب العربية. الآن يتجدد الأمل بعد أن دبت الحياة في الاستديوهات، وبعد أن عاد الوعي أخيراً للدراما من خلال أعمال وطنية واجتماعية مهمة، عادت المشاهدين مرة أخرى لشاشة التلفزيون. فهل تكون عودة الوعي للدراما الوطنية بداية لعودة قوة مصر الناعمة لعصرها الذهبي؟ قضية جديدة وحوار مع كاتب ومبدع كبير ما زالت أصداء أعماله الأخيرة حديث الناس حتى الآن. أهلا بكم.